الحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد رجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي، بعد من القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعد ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر. ذكرى الأمس من حنتيب وح الهمس، والليل بندهل الشمس بحكي لها أسرار. لما تضيع هالعمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوا محتار. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما، كن في غرامي هائما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. نسيت لك، انا بكره بدي اطلع رحله انا ورفقاتي. ايوه، وليش ما خبرتني؟ والله راح عن بالي. ثاني مره لا تعيدها. خلص روح، معك مصاري؟ ايه لك. إيه لا، بدي اعطيك مصاري. لا لا معي. خلص. هاي 6000 ليره بكفو؟ بكفون. اذا بدك كمان قليها. لا سلم ايديك. الله يسلمك ويخلي لي اياك. يلا اشلح مشان ناكل. ايه يلا.
اهلين وسهلين. تسلموا ماما، كنت انا عملتها. شكرا ماما، ايش والايدين. اهلين تقبرني. بيتشكرك. تسلمي يا ام وائل. اهلين يا روحي. والله اشتقنا لهالقهوه الطيبه. حبيبه قلبي وانا اشتقت لكم كثير. هات لشوف، احكي لنا شلون شفت ايطاليا؟ شو ايطاليا ما ايطاليا؟ انا ما شفت شيء. من المطار للاوتيل، بعدين من الاوتيل للشغل، ومن الشغل للاوتيل، ومن الاوتيل للشغل، واخر شيء من الاوتيل للمطار لهون، ما شفت شيء. بدك تسالي عن ايطاليا وروما، بدك تساليهم لانا ما خليت ارنت اعتب عليها. لا مو لهالدرجه يعني، عم ببالغ، بس يعني الواحد راح على ايطاليا وراح، يعني لازم يستغل الفرصه. وائل الك عندي خبر حلو. شو هو؟ صاحبك مازن. خير شو بو؟ صار بالسجن. شو عم تحكي؟ هلا هاد خبر حلو؟ لك طول بالك جايك بالحديث. شو؟ راما رمرومي راما ليكني يا حبيبي. تفضلي. هدول إلي؟ لكان. شكرا. عجبوكي؟ ايه. ايوه؟ ايه حبيبي. مالي اطلب منك طلب؟ انت بتأمري. اول شي لابق لك الكحلة كتير. بالله عن جد؟ ما يبلى ولا يتخ. هلا بدي اقول لك شي، انا ما عاد بدي اروح لعند ماما، عن جد اقتنعت. بس خلي ماما هي تجي لعندي. ايه بس امي ما وافقت. نعم؟ وانت شو؟ شو انا شو؟ راما صرت قايل لك مليون مرة، أنا ما فيني أكسر كلام أمي، فهميها بقى. هذا اللي طلع معك؟ هذا اللي طلع معي. هي وقفك. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مساق في مق في في مغانينا زيول الشهبي. يا عروس المجد اطلعي واسحبي في مقاسينا في 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 مغانينا زيول الشهبي. اطلعي بقى. يا عروس المجد تيهي وانزلي كنزلي. شو اسمك انتي؟ اسمك اسمك ما عم بسمع، ما عم بفهم. ولا غسان؟ ايه إني أبوك لساته على حاله؟ إيه إيه لساته على حاله. وإما لساته عم تشطف دراج؟ يا ريت وقفت القصة على شطف الدراج يا أبو خلدون، لك عم تلمها بلاستيك من الحاويات وعم تمسك الكولاي تعملها برجلها هيك وتحطها بالكيس وتنزل تبيعه. لك ولا غسان، شو شايفني حمار أنت؟ إيه لا، مين قال عنك حمار؟ أنت قطة. قطة؟ إيه إلي يا درسان إنك واقف هون مشان هي البنت اللي بالمدرسة، مرة تقول لي أبي ومرة تقول لي أمي ومرة تقول لي أخ صغير. صراحة خفت تقلعني يا سيدي، وهلأ كمان بدي ألعاك. لا يا أبو خلدون، ما كان العشم فيك هيك أبدا. تنسى الشاي والزهورات والأرجيلة وال وشو بدي عد لعد لك. بيناتنا عشرة عمر نحن يا أبو خلدون. تعرف شغلة؟ تعرف إنه أولت مبارح قلت لرفقاتي إنه في واحد بيعمل زهورات وشاي خيلة، اكروك عجم، بدنا نفتح أنا وياك مشروع. خلاص أنا هيك قررت. حزير شو هو؟ منجيب بسطة بسكليتة. ليش بسطة؟ بسكليتة منحط عليها زهورات وكذا وشاي وهالقصص، منجي منبيع السرافيس وهالقصص، وانت بتستلم القصة من بابا لمحرابة والتكاليف علي. شو رأيك؟ ليه؟ لك انا هون ماني خلصة منك، ما بدي افتح معك مشروع بسطة وشاي وقهوة. جبان يعني انا كتير حابك مفكر انت يعني، كمان انا مالي حابك زيادة، بس يعني يا اخي قلت لحالي بفتح سيرة بركي بتنسى قصة البنت. تعرف انك ظريف؟ ايه بعرف، عندي فكرة يعني. اعطينا كمشة بزر ابو خلدون حاج مطيلس. سيك تعال خوت غسان بشرفك، احكي لي قصتك مع هاي البنت، بس يعني بدون ما تكذبها وتكش تماسيح. هذا يا سيدي ايه اقول لك موجع بالي. والله احكي لي. والله موجع بالي. خلاص يا زلمه احكي لي، عم اقول لك يعني انا كثير حابه انا قصتك، حاسه مثل تبع الروايات يعني بالمسلسلات والافلام. خلاص احكي لي شو بك. طيب ايه موجع بالي يعني روح، يعني روح روح ايه رح روح. انا تعال تعال تقبشني، تعال ارجع رح احكي لك. تعال يا سيدي ايه هي البنت مرة كنت مارق من هون ايه شفتها عملت لي هيك، عملت لها هيك، رجعت عملت لي هيك.
ثاني يوم اثنين رفقاتي جبتهم لهون ما بعرف انه هم مدرسه داخليه قعدوا استنوا يا حرام بدهم يصرفوا البلاد ايوه او ما صرفوا صرخوني قلت له يومي ترى رحت على البيت قلت له لابي قام ابي ما اهتم بالموضوع لا ابي اهتم ولا ما اهتم ابي كان يعني ابي كان هون عند هي المره اللي انا مره اللي اخذوه وعملنا قصه شاي ابو خدوم اكرك عشان اكرك عشان يلا خليك لا تروح يلا يلا جاي لعندك يلا هيك في القصه خلاص روح ايه من كف بس اضبطها بمخي سمع ابي وافق ولا ما وافق معلم بعد اذنك معك الاستاذ عدنان استاذ الجغرافيا حبيبي اهلين يا حبيبي الانسه مايا موجوده لا والله مو هون تتاخر شيء ما بعرف يعني ما بتعرف امتى بتجي لا والله ايوه الله يعطيك العافيه اني جبنا له علبه حلو بدنا نعطيها اياها شكرا حبيبي شكرا يا حبيبي هلا يا حبيبي هلا بعيوني يا حبيبي عجبك هيك يا مدام لا تزيد علي طبعا انت بدك تعملي كل غلط وما بدك حدا ينقشك فيه شو يا مغير النغمه انا استحملت كثير غلط ورا غلط وانا ساكت بس انك تسكتي على هذا الشيء اللي عم بيصير مع راما الله ما قالها يعني شو طالع بايدي ساوي وانا ما ساويته بنتنا بسجن لا عم تطلع ولا عم تفوت حتى انت ما عم يخلوك تروحي تشوفيها لك خلاص حاجتنا فوق راسي معك يومين يا ما بتخلي راما تيجي تزورنا يا اما بدي اروح اقول لهم انه يطلقوا بنتنا من ابنهم شو طلقوا ما طلق لك انت عرفان حالك مع مين على الان ان شاء الله مين ما كان يكون والله انا شعره من شعرات بنتي تسوى الدنيا كلها يعني وش؟ هذا الكعبة على نفسي. محجوب. إيه. محجوب. بدي نام. شو بعمل يا غسان؟ بدي نام بوس إيدك. نام يا غسان نام. لك شلون بدي نام وأنت سافقني بخمسة بنص وشو عم تحكي بنومك؟ لا لا عم يا غسان نام أنا كتير بتمني راحة الركاب. أنا ركاب شو طيارة؟ طيارة وين الطيارة؟ أنا طيارة. الطيارة ليك نام نام. بوس إيدك. الله يرضى علي. يلا غسان محجوب. فيو يلا جهزت لكم الفطور مشان تكسروا الصفرة يلا فيو يلا رايح على المحل اوعى تنسى حلميك الحمام مفتوح مثل هذيك المره يلا يلا يا ابي يلا يلا يا ابي دخيلها محجوب محجوب حط العتاب يا اخي صغير بس محترم ها هي أكابر ولا هيك مثل الأصغر؟ وقفت
عادي. أمام. أمام. طلاب. طلاب. بكالوريا. بكالوريا. وقال. وقال. بدي أقابل سيادة العميد بعد إذنك. كلام سيدي. الأنصر فاضي أمام سيدي. احترامي سيدي، سيدي بتمنى توافق لي على هالطلب. ايش نمرة رجلة؟ 45 اكبر من عمرك؟ ايه ايه هي علامات يوم القيامة. ايه اغلى ما بشي. يا سيدي انا بقيت 10 سنين وانا عم برفع تقارير بالعالم. هدول العالم شي كان جاري وشي كان ابن عمي وشي كان ابن خالي، ما كنت عم بحسب حساب انه بالاخير في مين يحاسبني، بس اخر شي طلعت غلطان لانه رب العالمين عاقبني اشد عقاب. بنتي يا سيدي اصيبت بمرض السرطان وماتت. انا عاهدت نفسي انه بحياتي ما امسك قلم واكتب تقرير بحدا، فيا ريت تريحني من جوا لانه جرح كبير. الذنب اللي عملته راح ضحيته بنتي الوحيده اللي لسه ما شافت شي بهالدنيا. وقف وقف على على أمامه أمامه حبيبته وقال حبيبته وقال على بالي اكتب غنية على بالي على بالي واحكي اللي صاير فيه. وقف 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 صفاء أمام المرآة أمام المرآة وقالت وقالت أنا حلوة أنا أحلى أنا حلوة ومنا أحلى أنا حلوة أنا أحلى أنا حلوة ومنا أحلى. وقفت وقفت منى منى أمامة أمامة تيم حسن تيم حسن وقالت وقالت أنا 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 بعشقك أنا حالي. انت رح تضلك هيك يعني؟ هي مو حياة. لك الحياة اللي انا عايشتها حياة؟ من وقت ما تجوزنا وانا قاعدة بين اربع حيطان رح موت رح طق. حبيبتي شو عملت؟
فيه. وبعدين يعني انا بدي ضل على هي الحاله؟ خلص ما رح اضل على حالي صدقيني. وقفة وقفة بالصرمة بالصرمة أمامة أمامة رسمية رسمية وقال وقال على بسيمة يلا نروح ونداوي القلب المجروح. وقفة 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 عبد العظيم الطاروطي عبد العظيم الطاروطي أمام الطلاب وقال أمام الطلاب وقال أنا أكره السنابر. يلا أواش أحلاها أيوه عليك يا ابني. شبك امي؟ نشفان قلبي يا امي على شوفة اخوكي. لك والله ما بعرف شو عم ياكل شو عم يشرب يا حبيب امه. ما تخافي حبيبتي ما تخافي، اكيد مرته عم تدير بالها عليك. عم تدير بالها علي؟ والله ما بعرف. لك روح الله يسامحك يا طارق على هالعمله اللي سويتها يا امي. حبيبتي خلص أنا بكرة بحاول شوفه. إيه؟ تقبريني يا أمي الله يوفق لي له. أمك كتير مشتاقت لك. خلص ماشي حبيبتي عمري أنت. تعي تعي معي تعي تعي حبيبتي حاش تبكي. خلص بقى لصقت لصقت ياسمين ياسمين بالعلكة وقالت بالعلكة وقالت طقطق لي دخلك يا حبيبي خليني حلك يا حبيبي. وقفة تحت وقفة تحت وقفة تحت امام فدوى وقال امام فدوى وقال لو في طير بقلب كبير وقفة 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 تحت تحت امام الطلاب امام الطلاب وقال وقال سدوا حلقكم بدنا ننام. بشوف عليكي هيك بتستقبلي ظروفك؟ انا 100 مره قلت لك انا مره متجوزه وما بصير تفوت على بيتي هيك. مظبوط معك حق، بس شو صار معك؟ لك يا اخي مشان الله بوس ايدك حل عني. يا هيثم انت شاب ظريف وما في منك والف بنت بتتمناك، بس انا خلص ما عاد يمشي الحال معي لاني انا مره متجوزه. ولعلمك انا بحب جوزي كثير. ها لعلمك انت اللي بدي اياه بده يتنفس، فهماني؟ لك القصة مو كون فيكون. يا هيثم انت درت ظهرك تركتني ومشيت وما قلت لي انك راجع اصلا، وانا ضليت لحالي وحيدة هون، وين المشكلة يعني؟ شفت طارق حبيته وحبني وتجوزنا. زينة لا تجنيني. أنا طفح الكيل معي ها؟ معك 48 ساعة رح تتطلقوا، وإلا قسما عظما قاتلت أنت وياه. لك شيل إيدك هيثم شيل إيدك رح تخنقني، والله بلم عليك الجيران، تعال برا يلا. طالع. بس يا ريت بعد بكره تجهزي حالك على بكير لاجي اخذك على المحكمه وتتجوز. يا ربي شو ساوي بالقصه؟ انا بكتب على اللوح وانتو ردوا وراي. يلا يلا حرف الشو حرف الطاء يا خلود رحت بسرعة لسه ما شبعت عيني منك وانتي لسه ما شبعتي من هالدنيا. وين رحتي وتركتيني؟
الله يرحمك يا خلود. خريد قلبي عم ينطف عليه. السلام عليكم ابو محجوب. اهلين اهلين ابو احمد. دبي ايش لحمه ناعمه؟ ما عنا. هدول الاحماد شو هدول؟ منزوعين. لا هو منزوعين انت ما بدك تبيعني. منزوعين ومو منزوعين وما بدي بيع، عقلك عليه طلبت لازم تجي. ماشي يا محجوب اشتغل مشان التمت اشتغل التمت. لا 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 اشتكي عليه التمت. ماشي يا ايدك وما تعطيك. ماشي يلا طلب الست معي ما بعلي الا انت كمان قال تموين قال. لك وين هي؟ صارت الساعه 3:30 ولهلا ما اجي. ها؟ امشي يا ابو. لك تطلعي على قبري لك تكفيني لك تسلموني يا الغمازة ايش دخلتي علي؟ انا اسفة عزات بس بصراحة كان اخي بالبيت وما قدرت اطلع. شو هالحكي؟ عفو خلينا بالجد هلا انا طالب الحلال مع انه كنت ماني ناوي اتجوز ابنه بعد ما توفيت ام محجوب بس ما بعرف شو صار لي لك خطفتي لي قلبي من جوا خطفتي لي كبدي لك يسلم لي الطول تغمزي لك تغمزي بقى شو رايك؟ بيت اهلي وبتعرف عزت لك شو الحكي؟ لك موافقه موافقه تكفني موافقه يسلم لي طول وينك يا غسان هلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يلعنك يا شيطان. وين هذا تأخر بالرحلة؟ إن شاء الله عمره ما يجي. درب الست ما يرد. شي حماتي؟ لا تقبريني ما قلت شي. فكرت والله قلت شي. لا 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 كلك فكري ابدا شو بدي اقول. والله ما بعرف شو كنتي عم بروتي. بروتي؟ ما اسمها بروتي اسمها نقي. قلتي لي مشان الله ما تواخذيني. قال الميت بس فتي عيونه بالقبر نشوف انكر ونكير. يقبر قلبي يقبر قلبي ابصر ليش هيك صاير في ابصر. كله منك. لك انت يمكن بعد تنقي فوق راسه. لك انت اللي عم تنقي قومي شوفي شو بده. خلدون
اخرج إلي أبا خلدون. شكلها ما راح تطلع. أبو خلدون أبصر وإن غاطيت. رح روح وبرجع لها بعد المدرسة أحسن شيء. لعما صار ريحتي لحمة. إلهي بعدمك يا محجوب يا رب. اسمعوني منيح يا صبايا ويا شباب. أنا أخذت إذن من الأستاذ أكرم إني أعطيكم دروس عربي بدل دروس الرياضة. إيه علينا حبيبي. الشطونة حصة رياضة كملة معك. شبك شادي في شيء؟ لا أستاذ ما في شيء أبدا سلام. أنتوا بتعرفوا منيح إنه عطلة الامتحان على الجوار ونحن مكسور علينا كثير من المنهاج. مشان هيك افتحوا لي هالكتب. الاتجاه الواقعي شقاوي بالرياضة. السلام عليكم. الله لا يسلم فيك ولا عطمة. وينك لهلا ولا؟ استاذ خالي توفيت بنت عمته. رحنا لحتى نشوفها. غسان استاذ بالبيت كنت لانه انا عندي امتحان وبدي ادرس والفحص قرب وبتعرف استاذ انت فانا قررت خلص صير منيح وادرس. ما شاء الله عنك. اي والله اذا بشوفك بعيوني ما بصدق. استاذ بكره عندك امتحان يكرم المرء اول يوم. قلت لك بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج. درب ما شاء الله حولك يا استاذ درب. والله لو ما كان الفحص على الابواب لخليك منقوع برا. فوت انقلع على مقعدك. فوت استاذ عمل اللي بريحك. بدك كان يفوت فوت بدك كان ينقلع مثل ما بدك استاذ. بلا فزلك وحكي فاضي. فوت انقلع على مقعدك. والله استاذ انقلع على مقعدك غسان. أنا منيح. أنت كيفك؟ طمني عنك شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. وين رايحة؟ رايحة الجامعة. إيه تعي طلعي معي. تعي لوصلك. تعي شو بدك توصلي؟ لك بالسيارة هاي. لك بالسيارة هاي. لك إيه طلعي طلعي. والله مو معقول هيك أمي. يعني شو سجن القصة؟ لك أنا شو فهمتك؟ هذا الموضوع بالذات ما بدي أسمعه منك بنو. ماشي طيب يعني شو فيها اذا يعني راحت زارت امها او امها اجت لعندها شو المشكله؟ لك شو صاير لك ما عم تفهم علي؟ اصلا نحن ما عندنا نسوان يطلعوا برات بيوتهم. عم تفهم ولا لا؟ ولا ناوي تجنني؟ اي خلص امي هدي هدي لا تزعلي حالك ولا تعصبي. كل شيء بيصير مثل ما بدك بس انت روقي مشان الله. هلا امك كيفها؟ ماما يا حرامي رح تموت لحتى تشوفك. والله وانا عم ينطف قلبي على ما اشوفها. طيب انت ليش هيك سويت يا طارق؟ ليش؟ هلا شو بدنا بالحكي هاد؟ اللي صار صار. انا كيف بدي اشوفها لامي؟ لك المشكله انه بابا حالك مين طلع على امك اذا بتشوفها؟ كمان ابوك عقله صعب. ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني لو رديت على ابوك وما تزوجت هي المره الحقيره. ولا لا تحكي هيك. هي المره صارت مرتي. هي المره ضحكت عليك وخليتك تتزوجها. اشتريتك بشويه مصاري وسياره وشقه. ونسيتك أهلك. قلت لك لا تحكي علي بهي الطريقة. لا يا سيدي بدي أحكي. عجبك منظرك هيك وانت ناطرني قدام البيت مشان تشوفني وتسألني عن أمك؟ أعرف شو مشتاق لك يا أمي. بس هي مو مشتاقت لك أبدا. هلا قلتي لي إنها مشتاقت لي. أمك مشتاقة لطارق القديم اللي كان يشتغل مشان يطلع قصة مدرسته. مو لطارق الرخيص اللي بينشرب شوية مصاري وسيارة وشقة وباع أهله كرماله. خلص بقى ولا مو ناقصك أنا. والله يا طارق انت كتير نزلت من عيني. على كلين انا حابة احكي معك كلمتين وبس. رجع طارق لدين لانك رح تغلط اكثر واكثر يا طارق. يلا بتكون شي صبايا؟ لوين؟ بدي روح ادرس. يلا باي. الله معك. فصول روحين عند جامعة؟
لا دخيلك، ما ناقصني مشاكل بالبيت، والله فيني مكفيني. لك ربع ساعة انت التاني ما منطول. بس ربع ساعة؟ لك اكيد ربع ساعة، بعدين انا عمار يقبر قلبي اكتر من ربع ساعة بيذبحني. يلا الله يخليكم لبعض. شو صار معك؟ ما بعرف. وبعدين؟ بدي جواب. أنا موافقة، بس شو بدي أعمل بجوزي؟ اطلبي الطلاق. يا الله، المسألة ما أنا مسألة طلاق، يعني بصراحة أنا الشاب اللي متجوزته صغير بالعمر. بعرف، طالب بكالوريا اسمه طارق. شو عرفك؟ هلا شو بدك بهالقصة؟ كملي. إيه، بقى هذا الشاب ترك أهله مشاني، معقول أنا روح زدته هالزدتي؟ يا قلبي، على أساس أنت فاتحة هون عندك ملجأ أيتام؟ لا بس هلا أنت بتعرفه شخصي؟ لا ما بعرف، يعني حتى شكله ما كثير علقان براسي، بس عرفت هاي المعلومات عنه من واحد رفيقي بالمحكمة. يا الله يا هيثم، لو تعرفه، هو شاب كثير ظريف وقلبه طيب، شاب كثير منيح. بيناتنا قمت حنقت لك، بس أنا زعلانة عليه، يعني وين بده يروح بحاله بعد ما نطلق؟ كل شيء كل شيء لك طارق، مشان الله فهمني، انا وهذا الشاب كنا من زمان بنحب بعض وسافر وهلا رجع. يعني انا استبني؟ لا يا طارق، والله انا بحبك، بس انت بتعرف فارق السن اللي بيناتنا. خلاص لا عاد تحكي شيء، انا يا ريتني رديت على بابا من الاول. طارق مشان الله ما تزعل، اسمح لي لك، أنا مستعدة أحط لك بالبنك مليون ليرة، إيه وخذ السيارة، بس ما تزعل مني. أنا قلت لك قبل مرة إنه أنا فقير بس ما بنشرى بالمصاري، ما راح أسمح لك تشتريني بالمصاري مرة ثانية. شايف انه مشاعرك مخربطه شوي، والظاهر القصه ما راح تزبط الا اذا تدخلت انا. شو قصدك بابا؟ بابا انا بعرف انه في عندك مشاعر تجاه مايا ما راح تزبط معك، مشان هيك انا حابب اعرفك على بنت بتشتغل بالمكتبه اللي كنت اشتري منها الكتب. بس يا بابا. بابا ارجوك
قصتك مع مايا ما رح تزبط. مشان هيك أنا بقول لك روح شوف هالبنت وتعرف عليها، إذا عجبتك كان بها، ما عجبتك القرار بيرجع لك بالأخير. بابا معلش نأجل الحكي بهالموضوع. مثل ما بدك، مثل ما بدك. ما رح نتأخر ها، خمس دقايق ومنمشي. حاجة تنقي صفاء، خمس دقايق خلاص. راما شو ما عم يسمعوا جرس؟ دقي دقي يا راما. مين؟ لك راما أنا منى ومعي صفاء، افتحي. أهلين صفاء، أهلين منى، اشتقت لكم كتير بس ما فيني افتح لكم. يي وليش؟ الباب مقفول. مقفول؟ مين قافله؟ جوزي وحماتي ما عم بيخلوني اطلع من البيت. رح طق يا صبايا رح طق. ومن ايمتى هاد الحكي؟ هلا مو وقت هالكلام، بدي منكم شغلة. ايه تكرمي شو هي؟ حرر هواك فالحب بات معلنا، ما كل ما اخفته العين محزنا، من قال فؤادي ظالما كن في غرامها ايمان، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ونجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، تعب الهوى يخطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد ندفي تبكرا نتذكر. أيام عشنا حكاية كتبناها، كل كلمة قلناها ما عاد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس منحن طيب وح الهمس، والليل بندهل الشمس بيحكي لها أسرار. لما تضيع هالعمر والسنين لو وعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار. سهر وشموع.